تخافوش، عايزه حي. عمرك يا باشا. سيدنا اتفضل خش اتفضل. ما اقدرش ادخل البيت من غير اذن صاحبه. قول للحج الشيخ خلف الله مستني تحت، يخش ولا يعاود؟ طيب طيب. عم الحج يا عم الحج. عايز ايه يا شمندي؟ الشيخ خلف واقف بره قدام الباب، ما راضيش يخش لما ياخد الاذن. انا نازل له. هتعمل ايه يا حاج؟ الشيخ خلف ليه دين في رجبينا وربنا نجاه من يديه. ايه يا حاجه، هنستر على مجرم؟ يعني مصدق انه سرق؟ لو كان على السرقه انا تعديتها، لكن لو كان على اللي بيقولوا عليه ده مفيش غير الدم. ولدنا يا حاج. مال ولدنا؟ خايفه يأذيه. ربنا هو الشافي يا حجة. تفضل. طارق عامل ايه يا حاج؟ نحمد ربنا. اسمع يا شيخ خلف، لو كنت فاكر انها داري على عملتك عشان ولد طارق تبقى غلطان. ربنا لو كاتب له الموت لا انت ولا اكبر منك هتقدروا تعملوا له حاجه. كنت عارف انك هتقول كده. تفضل. طارق عامل ايه يا حاج؟ نحمد ربنا. اسمع يا شيخ خلف، لو كنت فاكر انها داري على عملتك عشان ولد طارق تبقى غلطان. ربنا لو كاتب له الموت لا انت ولا اكبر منك هتقدروا تعملوا له حاجه. كنت عارف انك هتقول كده. ربنا يبارك لك فيه. السلام عليكم. رايح فين؟ انت
تعرف انت لو رجلك خطت عتبة الباب ده خطوة واحدة هيقتلوك. ما ياخد الروح الا اللي خالقها. تعال بس تعال تعال اقعد وقول لي انت رحت سرايت برا عليهم مال؟ رحت سرايت برا عليه؟ هم اللي خدوني. خدوك ليه؟ ما اقدرش اكشف سر حد. لو كان على السرقة احنا ندفع الدية. ما سرقتش! ما سرقتش! وبنت اخته ضرتها بحاجة؟ يعني ما قربتش عليه؟ مسيت البنت يا شيخ خلف! البنت زي ما كانت، زي ما دخلت عليها زي ما طلعت. أنا عايز أسمعها منك من غير لف ولا دوران. البنت بك! العلم عند الله. يعني إيه؟ ما عملت لهاش حاجة؟ اطلق! اشتهيت. اشتهيتها من جواي. شيطانها غلبني. Thank you.
عاود انت ورجالتك احسن لك. قول العمده انا ورجالتي مش هنمشي من هنا الا ومعانا الكلب اللي عمدتك متويه في ده. كلمه واحده زياده وهفرغ الخزنه دي كلها في صدرك. هطلع لهم. لا هنا بيتي، حدش يقدر يهوب ناحيتك. واللي برا دول هيبرئوني زيك؟ مش لازم يبرئوك، مش لازم انا كمان ابرئك، لا يبرئنا كلنا ورب العالمين. ماليش صالح بيكم، انا مش جاي اتعارك معاكم، انا اللي ليا. انت مالكش عندي حاجة. هتتستر على مجرم يا عمدة؟ لا انا ولا انت نقدر نقول عليه مجرم. في حكومة تاخد لك حقك، وخلي بالك الشيخ خلف ما هيخرجش من بيتي الا على المركز. ده اخر قولك يا عمدة؟ عشان خاطر كلب زي ده تضيع رجالة اقل واحد فيهم بلقطه برقبته؟ قول عمل ايه الشيخ خلف، والرجاله هي اللي تحكم. سرقني، سرق. لو سرق مليون اردهم ومعاهم الديه. في غلط الكلام ده يا رجاله؟ اكسر الشر عندي واطرد الكلب ده من بيتك وانا هقول لك عمل ايه. ما تقول قدام الرجاله عمل ايه، قول. ولا حاجه، ولا حاجة. وسع انت وهو، وسع. ليه كده يا سيدنا؟ عايز تموت نفسك والبلد كلها توجع في بعضيها؟ اقعد سيجى عليك النبي، لا تقعد. ايه اللي مصحيك يا حبيبي؟ شمني اطلع معاه واقعد جاره. حاضر. عاوز اسلم على سيدنا. تعال يا ولدي. زياده يا عبد الرحمن. خد يا ام جرب، توحشتك انت الحين. ايه غيرانه يا هاج، توحشتك قوي. تخبط لقبتك كده؟ انا بخنقك كده؟ لا، عارف انا بحبك قد ايه. كد الدنيا دي كلها. اجيب مين كبير يعقلكوا وانتوا كبارات البلد؟ يلا ابو رعبيه، خلي رجالتك يرجعوا، وانت عمدتنا. مش هنشرب شاي ولا ايه؟ الشاي قول. يعني الشاي هنشربه كده؟ مش تقول لنا اتفضلوا. اتفضل يا عماد بيه، اتفضل يا وائل بيه، اتفضل يا حاج برعي. انا مش جاي اتضايف يا عمده، بس خليك فاكرها وقفت جنب كلب شارس زي ده قبل ناسك واهلك. يلا يا رجاله. تفضل يا احمد بيه، تفضل يا وائل بيه. تفضلوا. اطمن يا حاجة، طارق بخير وهيفضل بخير طول ما قلبه وقلوبكم عمرانه بالايمان. اطلع معانا وميه فرشته، وما تنسيش كل ليلة تجري له آية الكرسي. حاضر يا سيدنا.
هتاجي تاني؟ العلم عند الله، كله بإذنه. بيتنا هيفضل مفتوح لك على طول يا سيدنا. بيتكم طاهر وربنا هيجعله مفتوح دايما للخير. فين الحرام اللي عندك يا عمدة؟ أنا ما عنديش حرامية يا سعادة الباشا، أنا عندي الشيخ خلف والمتهم بريء. عارفين يا سيدي، سلمني بقى الشيخ خلف. الله، فين هو؟ أنا هو قدامك هو. خدوه. شكرين يا عمدة. سلام يا باشا. مع غربي تاخد رجاله وياك وتراقبوا الناقص اللي اسمه مرعده، هو ورجالته، واللي يقرب من الشيخ خلف طخوه على طول. اوامرك يا حاج. يلا. وانت يا دغار، اوامر يا عمدي. تاخد رجاله وتعسكره قدام المركز. يلا. اوامرك يا عمدي. عجبان العصايه دي، هات يا اخوي. انت بقى اللي سويت الدهب والالمظات وعامل لي فيها والي يا اخويا. شوف وائل بيها يعمل معاك ايه. يبقى خلي عفيته الارض بتاعك ينفعوك. هو فيها فرد غيرنا ولا ايه؟ طب الحق خد من يد السمحه دي، لحسن يطلي علينا ايتين ويسخطنا جرود. يدك. قلبوه شوفوا معاه ايه وفيشوه ورميه في الحجز. عايز عينيكم ما تغفلش عنه. تمام يا فندم. قولي انا هدخل اريح لي ساعتين وقبل ما النهار يطلع تكونوا جبتوا لي قراره. ها؟ تمام. بس اوعى يموت في ايديكم. تمام يا باشا، ما تقلقش، كله تحت السيطرة. مش قادرة عليها لوحدي. الله يخليك. ماشي، ما أنا جنبها اهو. لا إله إلا الله. مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فأتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود،
وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان. وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا والآخرة. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافة يا عين صاد، كافة يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا افتح الباب فإنك خير الغافرين. واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين. هات لنا كرسي يا سيد، شكل القعدة هتطول. أنت طلعت متعدد المواهب بقى يا شيخ خلف. واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك. بقى في رجل ملوي هدومه زيك كده، سرق له سرقة بنص مليون جنيه، نفتشه ما نلاقيش معاه قرش صاغ واحد. واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. من هنا لحد ما يجي الفيش بتاعك، تعال نتعرف. اسمك إيه؟ إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا. سامعني ولا إيه؟ مع الرحمة. بقول لك اسمك إيه؟ ربنا وسلامة والعافية في ديني. الحكاية بقت كده. ماشي. الله. 10 مليون بس ده اللي عرفت اجيبه. عندك مشتري تاني؟ لا 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 ده كده فله. انا كنت احلم. ادخل تعال. امال فين سيدنا؟ جاي. اقعدي اقعدي. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. كافة يا عين صاد. مامي يا مامي. مالك يا ياسمين؟ في إيه يا حبيبتي؟ مالك يا مامي؟ إيه؟ تعالي بقى فهمك. السيد اتدخل حد عليا. انتوا ايه؟ جارلكوا ايه؟ يا بنتي اهدي، انا هفهمك على كل حاجه. تعالي يا حبيبتي على قولي. تعالي يا حبيبتي، تعالي ربنا يهديكي. Thank you.
اهلا 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 يا باشا، شرفتنا. اهلا بيك يا عمري. عماد بيت قرشي شريكي. اهلا وسهلا يا عماد بيت. اهلا بيك، شرفنا. تفضل 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 يا عمده. تفضل تفضل عماد بيت. تفضل تفضل يا عمده. تفضل يا باشا. تفضل. ادخلي. احب على يدك يا سيدنا. استغفر الله والنبي، اديني بس فرصه استبارك بيها. هاني بيه منتظر جنابك تحت. وشربات. وشربات منتظر جنابك تحت. اتفضل اتفضل يا مولانا. اتفضل اتفضل يا سيد الناس. مفيش حاجة تاني كده شفتها جنب دول في الزرنوج نستبارك بيها بس والله. اهلا اهلا يا سيد الناس. اهلا. اتفضل يا سيد الناس. اتفضل يا سيد الناس. اتفضل. جدع الاسم هذا اللي تحت ده جدع طماع حبتين. هو حب يلفلف علي، قلت له لا، مولانا ده متجوز بنت اخت تاني. اذا ظهر حاجه كده قدامك في الزرنوج يبقى فضفض معايا. الناس دول يا جماعه كانوا فعلا مدهشين. انا قربت اصدق خلاص ان هما فعلا كانوا جايين من الفضاء. والله عندك حق يا استاذ الشيخ خلف. اهلا يا مولانا. اتفضل يا سيدنا. اتفضل سيدنا. استغفر الله. اجر ده بقى بعد اللي سمعته من عماد بيه. بجد بجد انت مكشوف عنك الحجاب، ويا ريت يا ريت نشوف الفلوس. اجل اه طبعا نشوف الفلوس بعد الشغل نتعرف على بعض. اهلا وسهلا. من مين؟ من دجال؟ دجال ايه يا ياسمين؟ ده ولي من الاولياء وكمان مهندس. ده فتح كنز لخالك يسوى ملايين. عارفة يعني ايه ملايين يا ياسمين؟ يعني ايه وهبابات؟ انتوا مفيش في دماغكم غير الفلوس؟ مش حاسين بالمصيبة اللي انتوا عملتوها؟ لو مسميها مصيبة يا ياسمين يبقى لازم افهمك كل حاجة. انت يا بنتي مش عارفة انت كنتي في انهي حالة. مش عارفة كنتي بتعملي ايه في نفسك. اهدي يا ياسمين كده وافهمي. الراجل ده من يوم ما اتجوزك والحمد لله رجعتي احسن من الاول. انت كنت عاوزاني اعمل ايه يا بنتي؟ انت بتعري في لحمك وبتقطعي في هدومك وعايزه تمشي في الشوارع عريانه. والله عايزه تفهميني انك كنت خايفه عليا وبس، على سلامتي وبس. ما كنتيش طمعانه في الكنز اللي فتحه لكم. الدجال ده لازم يطلقني وحالا. انا مش قادره اتصور ان واحد بالبشاعه دي ممكن يشوف لحم. الدجال ده يتجوزني انا؟ والله لو انطبقت السما على الارض ما هيحصل. اقعدي اقعدي. اتفضل يا مولانا. استني يا بنت. اوعي كده سيبيني. هو فين؟ اطلعي اوضتك. ما تنجلهوش الا بامري. اطلعي. معلش يا سيدنا والنبي ما تزعل منها، دي لسه عيله صغيره مش فاهمه حاجه. اطلعي. حاضر حقك علينا. يلا يا بنتي اطلعي. اهدى يا مولانا كده امال. طب المدام مراتك امال مين الهانم؟ خد حاجتك وتوكل على الله. ارجع مطرحك واقعدي لحد ما تاخدي حقك. ليه مولانا اوفر كده؟ أنا في حياتي ما شفت مشايخ بالطريقة دي. هما مش بيقولوا كل شيخ له طريقة ولا إيه؟ تشربيها يا باشا. تشكر يا عمدة. أنا مضرب من واحد زي ده وأنتوا واقفين تتفرجوا؟
لا ده كابوس. اهدي يا ياسمين يا بنتي، حرام عليكي. اخرج بره، قولي لي يا ماما يخرج بره. انت عارف انت لو ما خرجتش من هنا انا هرتكب في الجنايه. لو قربت مني انا هموت نفسي. الحمد لله على السلامة. انت طالب. شاكرين يا عمدة على حسن الضيافة. شرفتني، شرفتني. الله يخليك. اشوفك على خير. مع السلامة، مع السلامة. اه، ما تنساش تتصل. طبعا، طبعا يا باشا، طبعا. سلام. مع السلامة. استنى يا شيخ خلف، استنى الله يخليك، البنت لسه صغيره ومش فاهمه حاجه. ايه؟ في ايه؟ الشيخ خلف طلق ياسمين وعاوز يمشي ويسيبنا يا اخويا. تمشي؟ تمشي كيف يا سيدنا؟ والله ما انت ماشي من هنا. سيبنا عجلها. البنت لسه صغيره، ما فهمش حاجه. ده لولاك كان زمانها دلوقتي في البستان. طلقتها كيف بس؟ طيب اسيبكم بقى تحلوا مشاكلكم العائليه. واشوف وشك بخير يا شيخ خلف. عماد بيه. خير؟ طاهر فلوسك. عشان ربنا يديك خيرها ويزيع عنك شرها. طيب قول لي اعمل ايه واللي انت هتقول عليه انا هنفذه. خد اللي محتاجه. والباقي اتكفل بيه تاما. فاصرف عليهم رعاهم لحد ما يشد عودهم. حاضر يا شيخ حاضر. وابقى ادعي. أنا ما عايزاش الفلوس دي. أنا جيت عشان أشوفك أنت يا سيد. ربنا يزيدك من عنده. الغنى غنى النفس. تفضل يا كده وصل لك المؤخر والمجد. حسابنا كده اتقفل. اوعي تفوتي فرض، وكل ليلة تقرأ آية الكرسي قبل ما تنام، واوعي تعدي برجليك مكان نجس. مش هقول لك تاخد اللي محتاج، لأني مال قارون ما يملاش عينيك. سمعتني يا برعي؟ الأرض كلها تعترف ليه؟ ترفسوه؟ وانتي هاتي دي بنتك؟ شو بيلك حل معاها؟ لازم ترجع له. Thank you.
شفتي خالك ياسمين؟ خالك اتسعر. منه العوض وعليه العوض. هو انا كنت تعبانه ازاي يا ماما؟ انتي مش فاكره اي حاجه من اللي كانت بتحصل لك يا بنتي. فاكره حاجات زي ما تكون كوابيس احلام. والشيخ خلف هو اللي عالجني؟ ايوه. اتجوزني ليه؟ انتي اصلك يا بنتي لما كانت بتجيلك الحاله الله لا يعيدها عليك يا رب كان حالك بيبقى حال. هو اشترط يتجوزك عشان يعالجك، بس كان كل همين انك تتعالجي. بعدين ده شرع الله يا بنتي. عشان يعالجني ولا عشان دهب وفلوس؟ انتي مش عايزه الشيخ خلف يرجع؟ انا هرجع. بجد هترجعي؟ طبعا هرجع. استني يا سيدي، استني يا بنتي، استني يا ماما انا جايه معاكي. لا يا شربات ارجعي بيتك. ليه؟ خليني جنبك يا سيد. انا ما قدرتش على بعدك. انا ما بقتش عارفه ولا اكل ولا اشرب ولا انام ولا اصحى. انا عشقاك يا سيد ما بقتش قادره على بعدك. قلت لك روحي. لو سبتني هرمي روحي في البحر اغطس ما جبتش. اعمل ايه بس عشان تحن علي؟ جرب كده هتلاقيني عسل قشطه. مش اللي اتجوزت هدي، اللي اتجوزت هدي خربانه مزقوفه. طب اتجوزني وطلقني تاني يوم. اتجوزني يوم واحد ليله واحده بس انام في حضنك ساعه كتير علي. يا بنت الناس قلت لك قدري مش في يدي. مكتوب علي افضل سابح في ملكوته. لا ارض تملكني ولا حيطان تقويني. ما عنديش غير قبري تقويني ومستني امره. بعد الشر عنك. ما الفلاح بس تتجوز المحزه جدي. طب والختمه الشريفه؟ انا اعرف اتزوج والبس محزك كمان. جرب كده خلينا بات في حضنك ليله واحده بس ساعه. يا بنت الناس لما ربنا يريد هتلاقيني بدق على بابك. يلا يلا يا شربان. طب ارجعي. لا اله الا الله. العذر مش في الأرض، مش في المخلوق، مش في غازك النظام، مش في
إله الناس بيوسوس الناس الذي يوسوس في الناس. أنت مين؟ أنت مش خلف اللي أنا عارف. أنت بقيت واحد تاني. بقيت واحد تاني كيه؟ ما عرفاش. حسيتيها كيف؟ ما عرفاش. ما حسيتش زي الأول. فيك حاجة تغيرت. بقيت حد تاني ما عرفوش. أنت ما بقيتش سيدنا.